إحدى يا بشر. مشاهدي قناة شبه مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط أمام مستشفى الولادة والصحة الأنجب ديال الليمون اللي غادي نشوفوا ممرضين وممرضات هذا المستشفى هذا اللي كيستنكروا بشدة سبب غياب طبيب الإنعاش والتخدير لمدة أو ربما أقل ما كان. ما كيكونش خلال فترة المداومة. واخا حنا غادي نرجعوا لهذا اللي كيطالبوا بتواجد طبيب التخدير والإنعاش بمستشفى، هنا غنحاولوا نعرفوا الصباح كانت أولا قبل قليل كانت وقفة احتجاجية والآن غنحاولوا نعرفوا يعني السبب الرئيسي ديال هذه الوقفة والمطالب ديال الممرضين والممرضات اللي كيقولوا كنلقاو حنايا أحيانا وجه لوجه مع المرضى وكندخلوا معاهم في صراعات اللي حنايا في غنى عنها، يعني خاصة طبيب التخدير هو المشرف على هذه العملية هو المسؤول الاول عليها، فحنا في النيابه كنشتغلوا في المكان ديالو وهذا الشيء ماشي قانوني. مرحبا، شنو المشكل ديالك؟ السلام عليكم، بصفتي كممرضة تخدير والإنعاش على مستوى مستشفى الولادة الليمون، بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية اللي قمنا بها اليوم وكما كانت أنها وقفة ناجحة، وقفة إنذارية احتجاجية وبطبيعة الحال سلمية، اللي نظمها المكتب النقابي المحلي لمستشفى الليمون التابع للجامعة الوطنية للصحة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. هذه الوقفة اللي قمنا بها للمطالبة بحقوقنا وعلى رأسها هي حضور طبيب التخدير والإنعاش خلال فترة المداومة. لماذا؟ لحماية أولا صحة المرأة، ثانيا الجنين ديالها، وثالثا لحمايتنا احنا كمزاولين للمهنة بصفتنا ممرضين للتخدير والإنعاش، لأن القانون المنظم لوظيفة التمريض ينص على أن ممرض التخدير والإنعاش يزاول المهام ديالو تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير والإنعاش. مع الأسف على مستوى المستشفى ديالنا منذ سنوات كاين هناك غياب تام لطبيب التخدير والإنعاش خلال فترة المداومة، فهنا كنوجدوا راسنا اننا حنا الممرضين اللي كنقوموا بعمليات التخدير لجميع العيالات اللي كيقوموا بالعمليات القيصريه من اجل الانجاب خلال فترات المداومه، وكنتحملوا جميع المسؤوليه وجميع المخاطر، وهذا يعني اللي ارقنا واللي خلانا اننا نوضوا ونطالبوا بالحقوق ديالنا. هذه المسؤوليه هذه يعني كتحملها الطبيب المختص. نعم. انتما النيابه كتخدموا في مكان، هذا هو الاشكال يعني في الثانيه نعم فايت درنا بيانات، درنا بزاف ديال الوقفات من اجل المطالبه، ولكن كانت هناك اذان صماء، المطالب ديالنا ما تمش الاستجابه لها، لذلك قررنا اننا نصعدوا باش يكون الصوت ديالنا اذان صاغيه. هنا غنحاولوا اننا نسمعوا من احد الممرضين اللي غادي يتوقفوا. نعم. انتم كممرضين المشاكل اللي كتعانوا منها طبعا واللي من ضمنها هذا غياب طبيب التخدير. اهم مشكل هو غياب طبيب التخدير والانعاش، حيت هنا في هذه الحاله هذه الممرض تقد يتعرض للمساءله القانونيه في حاله وقوع مضاعفات. وهاد المضاعفات راه تيوقعوا، يعني في هذه الحاله هذه هذا الممرض هو اللي يتحمل مسؤوليتها كامله. هنا شنو الحل اللي حنا تنطالبوا به؟ هو ان تنطالبوا الوزاره، وزاره الصحه، انها تخرج مصنف الكفاءات باش يعرف هذا الممرض واش يبنج ولا ما يبنج، وتنطالبوا المهام ديالنا. نعم، وتنطالبوا بتعديل القانون المنظم لمهنه ممرض التخدير والانعاش، وان تكون واحد المقاربه ما بين القانون المنظم والواقع اللي تعيشه هذا الممرض. رسالتكم الاخيره. اليوم انا ما تنهضرش كممرض في التخدير والانعاش، ولكن تنهضر كمواطن، تنهضر كواحد من ساكنه الرباط، انه انا ما نبغيش مراتي حامله ولا قدر الله كانت عندها العمليه القيصريه وديتها للمستشفى العمومي انها تبنج تخدير كلي اللي هو اكثر خطوره على المراه الحامل مقارنه مع التخدير الموضعي اللي هو البنج النص. هذا الشيء علاش؟ حيت ما كاينش طبيب تخدير والانعاش. اللي طبيب تخدير مختص. نعم. لان الرساله واضحه مشاهدي قناه شبه معنا ممرضين وممرضات طبيب التخدير المختص اللي لقاو راسهم انهم صورتين كيقوموا هما كيخدموا هما بالنيابه عليه او في المكان ديالو، كيقولوا احيانا كتعرض صحه المواطن للخطر، وهذا الشيء مبدئيا واخلاقيا ما كتسمحش لنا على اننا نتورطوا معاهم في هذا الخطا هذا بحق او لهذا الجريمه بحق قطاع الصحه. نتمنى الرساله ديالهم توصل لهذه المعنيه الى ولا
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.